عمرو دياب، شيرين، رامي صبري، هتغني اه لنا لمين فيهم؟ نغني لمين فيهم؟ خلينا نقول شيرين. اه شيرين بقى. شيرين. انت غنيتي لكاظم الساهر راجل، نسمع اغنيه لست. اوكي يلا اغني لكم لشيرين، هقول انا كتير بحبها. ماشي، انت كتير فعلا، لا انت نتمنى عظيمه. يبقى في كتير. شكرا. انا كتير، انا الف حاجه على بعضها في حاجه واحده، انا واحده عايشه لوحدها ومش حاسه وحدها، في ضحك حزن غريب قوي وفي حزني ضحكة. انا كتير، انا الف حاجة على بعضها في حاجة واحدة، انا واحدة عايشة لوحدها ومش حاسة وحدها، في ضحك حزن غريب قوي وفي حزني ضحكة، بحبني وبكره شعوري بحب ليا، مش اي حاجة تمسني تأثر عليا، بحبني وبكره شعوري بحب ليا، مش اي حاجة تمسني تأثر عليا، مواجهة نفسي عيوبي مش نكرها فيا، انا شيرين. يعني في يمكن في اصوات فعلا كتير حلوة، لكن فكرة الصوت الحائل يعني اللي يوصل لك ده مش كتير. عارفة صوتها فكرني بمين؟ صوتك فكرني بأنغام. ناس كتير قوي بتقول لي كده. صوتك من الخامة القريبة قوي لأنغام. انا محضر لكم كمان نفس اغنية الاحساس كمان. محضر لنا اغنية لأنغام.